بطولات الاهلي وانتصاراته ما اسعدتش بس الرياضيين، حتى نجوم الفن احتفلوا وعبروا عن فرحتهم بتتويج الاهلي. نشوف هذا التقرير. كله يرقص كله يغني، ليلة سعيدة عاشتها جماهير الكرة المصرية بصفة عامة والأهلوية بصفة خاصة بعد تتويج النادي الأهلي بكأس السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه. وكان لنجوم الفن حضور كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الجماهير السعيدة بإنجاز النادي الأهلي. البداية مع القبطان نبيل الحلفاوي الذي تفاعل مع أحداث المباراة دقيقة بدقيقة وغرد في النهاية ألف مبروك السوبر الإفريقي المستحق للنادي الأهلي بعد سيطرة كاملة على المباراة أمام دفاع حديدي من الرجاء. وأضاف تحية خاصة لكل رجال الأهلي لم يبخلوا بالجهد والإصرار، وأخص معلول الذي بذل مجهودا فوق العادة طوال 90 دقيقة. بينما غردت الفنانة الجميلة ندى بسيوني بينما كان يستعد للتحفيل لم يكن ليدرك أن القاضي ممكن، واكتفى المطرب تامر عاشور بجملة عمري ما أحب غير الأهلي. وكتب الفنان أحمد سعد عبر حسابه بإنستغرام سكوت سكوت سكوت، جت الملوك ملوك ملوك، مبروك النادي الأهلي. أما المطرب سعد الصغير فكتب عبر حسابه على إنستغرام ملوك القارة السوبر أهلاوي، مبروك النادي الأهلي العظيم. واحتفل الفنان أحمد فهيم بانتصار الأهلي بكأس السوبر الإفريقي مع متابعيه عبر الإنستغرام لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، الأهلي يكتب التاريخ ويسطر الأمجاد. ونشر الفنان محمد عبد الرحمن علم النادي الأهلي عبر حسابه بتويتر مغردة ولا في غيره يفرحني. وهنأ الفنان يوسف الشريف النادي الأهلي عبر تويتر مغردة ألف مبروك للأهلي، ألف مبروك لمصر السوبر الأفريقي. وغرد الفنان أحمد السعدني الأهلي سوبر أسياد أفريقيا ملوك التسعين. يعني الفنانين تقدر تفرد لهم يا أستاذ إبراهيم يعني كتير. طبعا فقرة كاملة. لأن الحقيقة لو اللي جمعت ده كريم فهمي لوحده عايز حلقة. كريم واحمد ما اتنين احمد فهمي صحيح.